بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان البراكي. أهلا وسهلا بكم حبايبي في القناة. النهاردة حبايبي هقدم لكم طريقة عمل لفراولة بالشوكولاتة. الطريقة ديت جميلة جدا ومحببة كمان للأطفال لأن بيبقى طعمها جميل جدا. فهنشوف مع بعض هنحتاج لإيه حبايبي. هنحتاج لكيلو من الفراولة وتكون جامدة، يفضل يعني اللي هي تبقى جامدة، وهنحتاج لربع كيلو شوكولاتة خام اللي هي الغامقة، وهنحتاج لربع كيلو شوكولاتة خام اللي هي البيضة. دي كده حبايبي المكونات كده ايه معايا. وبرضو هنحتاج لخمسين جرام كده ايه من الزيت. اول حاجة حبايبي ببدأ بقى اللي انا احط كده هوت يعني على حمام مية. طبعا حمام مية يعني بتجيبي حلة مثلا كده صغيرة وبتحطي فيها شوية مية وبتحطيه على النار تغلي، وبعد كده بتحطي طبق كده فوق منها فاضي، وبتبدأي بقى اللي انت بتسيحي الشوكولاتة. بتجيبي ربع كيلو الشوكولاتة اللي هو اللي هي الشوكولاتة الغامقة، وبتحطيها في الطبق ده، تكوني مقطعاها قطع صغيرة عشان تسيح معاكي بسرعة يعني. وبعد كده بتحط لها ايه يعني 25 جرام كده زيت، يعني معلقة كبيرة كده هوت زيت. بعد كده بتسيبيها بقى ايه لحد ما تبدأ اللي هي الشوكولاتة كده تسيح معاكي. وبرضو في بنفس الطريقة برضو بتسيحي اللي ايه الشوكولاتة البيضة كده ايه بنفس الطريقة. كده بقى احنا جهزنا الشوكولاتة كده هوت وسيحناها. بنيجي بعد كده هوت بقى حبايبي بنجيب بقى اللي هي بنجيب الفراولة. وبعد كده ببدأ بقى ايه بكون مجهزة صينية، وحط على الصينية ديت لو كيس نضيف مثلا عندك وتفتحيه وبتفرديه على الصينية عشان بس يسهل عليك اللي انت بتطلعي ايه الفراولة بعد كده بكل سهولة. بتفردي بقى الكيس دوت على الصينية. وبعد كده هوت ببدأ بقى اللي انا اخد الفراولة ديت وبحط بقى الفراولة في قلب الشوكولاتة اللي هي البني يعني. وبعد كده بس ايه بحطها بقى ايه على الكيس اللي انا فرداه على الصينية، وبكرر نفس الحكاية كده هوت. هوريكم برضو ايه الصورة ديت برضو عشان تبقوا ايه كده حبايبي. بعد كده هوت بقى بعد ما بتحط الفراولة في الشوكولاتة وبترصيها بقى كده على الايه الصينية، بعد ما بتخلصي الكمية اللي معاكي كلها يعني. وممكن برضو اللي انت بتعملي برضو من الشوكولاتة البيضة يبقى بتحطي برضو في الشوكولاتة البيضة. بعد كده هوت برضو بتبدأي بقى ايه اللي انت تدخليها التلاجة لحد ايه يعني الشوكولاتة ما تمسك ايه على الفراولة. بعد كده هوت بقى حبايبي بعد ما بتطلعي بعد الشوكولاتة ما بتمسك على الفراولة بتطلعي الصينية من التلاجة. وبعد كده هوت بتبدأي اللي انت بتعملي خطوط كده هوت يعني خطوط كده بالشوكولاتة البيضة على الفراولة اللي عليها شوكولاتة غامقة، والعكس برضو بتعمليه على الشوكولاتة البيضة خطوط كده يعني خطوط كده رايحة جاية كده يعني بتعمليها برضو خطوط كده رفيعة كده بالشوكولاتة على يعني على الفراولة اللي هي ايه اللي هي البيضة، بتعملي لها خطوط كده بالشوكولاتة اللي هي الغامقة. كده حبايبي دي بس طريقة ايه تزيين عشان يعني تديكي شكل حلو كده وانت ايه وانت بتقدميه. بعد ما بتزينيها بنفس يعني بالطريقة اللي انا قلت لكم عليها كده هو، بعد كده بتبدأي اللي انت بترجعيها تاني التلاجة وبتسيبيها بقى لحد ايه يعني لمدة يعني 5 دقايق كده بس، هتمسك لحد الشوكولاتة ما تمسك تاني. بعد كده اهوت بقى تبدأي بعد كده اهوت بقى اللي انت بتقدميها. ويعني الطريقة ديت طريقة تقديم بس كده اهوت عشان تديكي شكل حلو كده وانت بتقدميها اللي هي التزيين اللي انا قلت لكم عليه. وبالطريقة ديت كمان هتلاقي اطفالك كمان بيحبوا الفراولة كده بالشوكولاتة لان هي بصراحة جميلة جدا يعني. انا بعملها عندي للاولاد بصراحة بيبقوا مبهورين بيها، والشوكولاتة مع الفراولة طعمها خطير جدا بصراحة تحفة. اتمنى حبايبي الفيديو النهاردة يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه. بحبكم جدا جدا في الله حبايبي. كان معكم حنان الوراكي ام ندى وفتحي. يا ريت اللي لسه متابعني لاول مره فضلا وليس امرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم والقناه عجبتكم وبتستفادوا منها يا ريت ان انتم تدعموني كده حبايبي بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناه.
ويا ريت كده تدعمونا كده باللايك والشير عشان بيفرق معانا كتير، بيرفع الفيديو وبيخلي الفيديو يوصل لاكتر عدد من الناس اللي هم يشوفوا الفيديو، وكمان القناة كمان تكبر بيكم كمان حبايبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.